طيب المثال الثاني بيقول لي أثبت إنه لأي عدد صحيح، بس نمزح نوريكم إثبات متباينات. يقول لي لأي، يا الله شو ما تمسح ما عليه. يقول لي لأي عدد صحيح موجب ويكون أكبر منه ويساوي 3، يعني 3 وأنت طالع أثبت لي إنه 3 أس إن أكبر منه ويساوي إن تكعيب. طيب بالماثماتيكال اندكشن بنفس الطريقة نجي ونقول أول شيء أثبت، هو قالك بروف ذات 3 أس إن أكبر منه ويساوي إن أس 3 والإن أكبر منه تساوي 3، أثبت إنه الكلام ده صحيح. طيب 3 خطوات، الخطوة الأولى جدا سهلة، إن تساوي 3. الآن ليه؟ لأنه هو قال لك 3 وأنت طالع إن تساوي 3، أوكي؟ فأجي أعوض هنا في الطرف اليسار ب 3 3 أس 3 أكبر من أو يساوي 3 أس 3، هذا يؤدي إلى أن الطرف اليسار 27 أكبر من أو يساوي 27، وكلام ده صحيح. أقول كيز ترو، إذا الشرط الأول صحيح، الخطوة الأولى صحيحة. الخطوة الثانية أثبت، أستبدل كل N في السؤال ب K plus 1 وأقول إنه ترو، افرض بس دائما يكون صحيح. وين السؤال عندي؟ هنا، فأقول 3 أس K أكبر من أو يساوي K أس 3. الخطوة الأولى جدا سهلة، واضح؟ خلاص فرض إنها صحيحة. الخطوة الثالثة شيل كل N حط مكانها K plus 1 واثبت، وهو المطلوب اثباته. طيب يعني تيجي هنا في اليسار 3 اس ك بلس 1، 3 اس وهي كانت ان، حط مكانها ك بلس 1 اكبر من او يساوي، هنا مو كانت ان، افتح قوس حط مكانها ك بلس 1 اس 3، اوكي. طيب خلينا نفك هذا، ك اي زائد بي تك عباره عن ايش؟ هذا مجموع مكعبين، الأول تكعيب اللي هو كي تكعيب زائدا 3 في الأول تربيع في الثاني، يعني كي تربيع في 1 زائدا 3 في الأول في الثاني تربيع، يعني 3 كي في 1 تربيع يعني 3 كي زائدا الثاني تكعيب 1 تربيع تكعيب ب 1. حلو. طيب أنا هدفي المطلوب إثباته هذا، الطرف اليسار يساوي الطرف اليمين ده. طيب حنا نشوف كيف أبدأ. أول شيء بالتالي 3 أس K بلس 1 أوكي تساوي، أنا أعرف أقدر أفكها، عبارة عن 3 خصائص الأسس 3 أس K ضرب 3 أس 1، صح؟ من خصائص في الأسس، إذا تساوي، إذا كان عندي ثلاثة A، من أخذتوها في الرياضيات X أس A زائد B عبارة عن X أس A مضربه في X أس B. حلو؟ وهو يساوي 3 ضرب 3 أس K، بس بدلت أماكن، مظبوط؟ هلاحظ معايا الآن رح أستفيد من خطوة رقم 2 بالتعويض. لاحظ معايا هنا 3 أس K اللي هنا مو هي نفسها هذه، ليش أكررها؟ فطشها، يعني بمعنى آخر طشها هذه 3 أس كي، احذفها، وضع ما يساويها من خطوة ليش هي عبارة عن ليش مساوية كي أس 3. تاني 3 أس كي ليش أكررها؟ 3 أس كي مو هي موجودة هنا في خطوة ليش تساوي أكبر من تساوي كي أس 3، فرح أبدل 3 أس كي اللي هنا بكي أس 3. واضحة خطوة هذه؟ طيب فجأة أقولك لاحظ معايا هذا كلام يساوي، شوفوا أكبر من أو يساوي أكبر من أو يساوي من خطوة رقم 2 3 تنزل هذه ضرب 3 أس كي، هذه بدلها بما يساويها كي تكعيب كي تكعيب. حلو حلو. طيب الآن هنا أبدأ شغلي، أنا بحاول أعمل خطوة عشان أوصل للطرف ده. أول شيء لاحظ معايا 3 كي تكعيب مو أقدر أفك على الشكل التالي، 1 كي تكعيب زائد 1 كي تكعيب زائد 1 كي تكعيب، صح؟ لما أقول لك الآن مثلا
ثلاثة، مو أقدر أفكها على شكل واحد زائدا واحد زائد واحد، صح؟ طب لو أقول لك ثلاثة إكس تربيع، مو أقدر أفكها على شكل التالي، إكس تربيع زائد إكس تربيع زائد إكس تربيع، صح؟ نفس الكلام أنا راح أسويها، شوف 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 الحركة اللي بسويها. ثلاثة كي تكعيب أفكها على شكل التالي، حبة كي تكعيب زائدا حبة كي تكعيب زائدا حبة كي تكعيب، مظبوط؟ مظبوط. طيب بس هنا خلينا نشوف. طيب واحد اثنين ثلاثة، اوكي مظبوط. هنا الخطوة هذه فكيتها. الآن لاحظ معايا، أنا هذه الثلاثة كيهات التكعيب دي أبغى إيش؟ لاحظ معايا، أبغى أخليها بالشكل ده، هذا زي ده، وهذا أخليه أس اثنين، وهذا أخليه أس واحد، وراح أضيف حد أخير، تمام؟ زي بمعنى آخر أنا هدفي أقلل هذا الطرف. يعني شوف إيش أسوي هنا، قلنا أوكي أكبر من أكبر. طيب هيا لاحظ معايا، وراح أقول التالي، شوف الآن هنا أقول هذا كلام، شوفوا أقول أكبر من أو يساوي، ركزوا كت بالمقارنة. أنا أول شيء بمشي على نفس المبدأ ده، شوف هنا طالع معايا، الأولى كي تكعيب زي هذه، الحمد لله ما في مشاكل، نزلها زي ما هي كي تكعيب زي، لاحظ معايا لاحظ معايا، الثانية هنا كي تكعيب، أنا ما أبغى كي تكعيب، أنا أبغى أخليها بدرجة أقل، يعني ثلاثة كي تربيع. فكيف؟ أنا عندي قال لك الإن أكبر منه تساوي ثلاثة، فأنا راح أبدأ كالتالي، شوف راح أبدأ أقلل أصغر، أنا ما أبغى كي تكعيب، أنا أبغى ثلاثة كي تربيع، فراح أقول لك الكي تكعيب الثانية هذه أصغرها بدرجة واحدة، فأضربها أول شيء في ثلاثة، وأنا أبدأ أنا ألاحظ معايا أنا الإن أكبر منه تساوي ثلاثة، فأو أصغر رقم عندي ثلاثة، أقللها حب درجة واحدة، أقول ثلاثة كي تربيع تاني، الحد الأول زي ما هو أنزله، مظبوط، الحد التاني أنا ما بكيت تكعيب، أبغى ثلاثة كي تربيع، فأستبدله بثلاثة كي تربيع، مظبوط، زائد الحد الثالث نزله زي ما هو كي تكعيب. طيب أوكي، الترم الأول أس ثلاثة، الترم الثاني أس اثنين، الترم الثالث لازم يكون يا جماعة الخير كي أس واحد، أنا بصغر عشان يكون زي ده، فشوف إيش أسوي، فأقول هذا كلام أكبر من ويساوي كي تكعيب تنزل، والحد الثاني انزل، والحد الثالث لازم يكون مضروبة في كي أس واحد، فإيش أسوي؟ نفس العدد ده اللي هنا هتقول زائدا ثلاثة، بس ربعه ونقص من الأس تبع الكي واحد عشان يطلع زي ده، هذا مو كي أس واحد بس، مظبوط؟ واضحة يا جماعة الخير؟ واضحة. طيب الآن لاحظ معايا يعني الأمور واضحة. الآن شوف هنا أقول أكبر من أو يساوي، نزل الحد الأول كي تكعيب، زاد نزل الحد الثاني ثلاثة كي تربيع. طيب الآن أنا راح أعمل حركة، هي يعني بعض كل واحد يقدر يحب طريقة، أنا مو عندي، لاحظ معايا هنا قال لك الان أكبر من أو يساوي ثلاثة، فأنا ممكن أخذ ثلاثة الرقم الكي تساوي ثلاثة أربعة، أنت طالع صح، فممكن أخذ الرقم غير الثلاثة أربعة، هذا الرقم ممكن أبدله، ما هو عدد، فأجي أقول لك زائدا، لاحظ معايا زائدا بدل ثلاثة تربيع أخذ رقم، لأنه ثلاثة تربيع تسعة عادي أقدر أخذ أي رقم ثلاثة أربعة، فأنا بأخذ أربعة، بسوي حركة أربعة كي، حلو. طيب أنا قربت، لاحظ معايا هذا أس واحد وهذا أس واحد، باقي الحد هذا كيف أجيبه؟ لازم أقلل كما أنا بأصغر، شوف كيف بأصغر، لاحظ معايا راح أقول برضو أكبر من أو يساوي، أوكي هنا خليني أقول يساوي، ما في شيء، سواء قلت أكبر من يساوي، خليني أقول يساوي، هذا كلام يساوي، شوف أعمل حركة التالي، شوف الحركة اللي بسويها، هذا الترم الأول حينزل كي تكعيب نزل زائدا، الترم الثاني ثلاثة كي تربيع نزل،
هذا الترم أقدر أكتبه على الشكل التالي، زائدا 3K زائد K. في مشكلة لو سويت كده؟ مو هذا لو جمعته يرجع زي كده؟ نعم. طيب الآن أنا قربت، هيشوفوا معايا خطوة قبل الأخيرة. الآن لاحظ معايا الخطوة اللي قبل الأخيرة، برضو راح أقول هذا كلام أكبر من أو يساوي. الترم الأول ينزل تكعيب تكعيب، الترم الثاني ينزل تربيع تربيع. الترم لاحظ معايا، لاحظ معايا لهنا، لاحظ معايا الترم هذا 3K. الآن هدفي لاحظ الترم الرابع لازم يكون عدد واحد، فأنا بأشيل هذا الكي، بما أنه كي أقدر، ما هو كي عدد، لما أقلله تمام زي كان أقول لك هو كي أقلله حيطلع زائد واحد، هي كده ثابتة. طب الآن قارن ده مع ده، نفسه ولا مو نفسه؟ كي تكعيب كي تكعيب، ثلاثة كي ثلاثة كي. إذن هذا كلام يساوي اللي هو المطلوب إثباته كي زائدا كم؟ واحد تكعيب، وبالتالي أثبت الكلام ده. نعيد تاني، يا شوية تلخبط لك، ركز الآن. من هنا أنا فكيت الثلاثة حبات كي، حبة كي تكعيب، حبة كي تكعيب، حبة كي تكعيب، حلو. أنا هدفي لازم أوصل لنفس الشكل ده اللي هنا، نفس هذا الشكل. فأنا إيش أسوي؟ راح أقلل، أقلل عندي إيش؟ حدود إيش؟ المعادلة عندي، تمام؟ أمشي هذه يعني الحد الأول زي ما هو كي تكعيب كي تكعيب، ما في مشاكل، نزلته. الحد الثاني هنا كي تكعيب، أنا ما بكتب كي تربيع، فأستبدلها أقول 3 كي تربيع، بدلتها. يعني كأني ضربت في 3 ونقص من الكي واحد زايد، نزلت الترم ده. بعدين هذا 3 هذا أس 2 هذا لازم يكون أس 1، فإيش أسوي؟ أضرب في 3 نفس الرقم هذا اللي أضربه في 3 وأربعه عادي، وأنقص من الأس 7 الكي واحد عشان يصير زيادة. مظبوط؟ مظبوط. خطوة اللي بعدها لاحظ معايا، هذا الرقم أنا ممكن أبدله، أنا سويت حركة عشان بوصل بوصل للشكل ده، فأشيل 3 تربيع، وأنا عندي إن أكبر يساوي 3، أكبر رقم عندي 3، وأنت طالع أنت أخذت 3 في الترم اللي قبله، ركز معي، في الترم أنت أخذت 3 صح؟ خذ الرقم اللي بعده 4، شيل هذا الرقم هنا حط مكانه 4 كي. بعدين أنا لسه باقي الآن، فش أسوي؟ هذا العدد أكتبه على شكل 3 كي زائد كي، حلو؟ وصلت الآن الترم الأول تمام، الترم الثاني تمام، الترم الثالث تمام. انا الان بقلل كمان، بقلل ايش؟ بقلل قيمه هذه المتباينه، اشيل الكي احط مكانها واحد. انت كل ما يعني اديك مثال الان، اكس تربيع طبيعي الاكس، اكس 3 اكبر من اكس تربيع، اكس تربيع طبيعي اكبر من اكس، والاكس طبيعي اكبر من مثلا من العدد اللي هو مثلا يكون مثلا واحد، لو كان عدد مثلا 3، اوكي مظبوط، فيمشي نفس الكلام ده. فأنا هدفي أقلل، لما أنا بقلل الكي أخليه بواحد بس، هذا هو، حلو؟ وصلنا للصورة دي، فقد هذا كلام صحيح وهو مطلوب، بس انتهى الحل.